في أرض الإمارات تتصدر المرأة الإماراتية مشهد الإنجازات لتصبح رمزاً للإبداع والطموح والعطاء، واليوم نحتفي بهن بكل فخر واعتزاز ونقول شكراً لابنة الإمارات صانعة الأمل والمستقبل وشريكة التنمية والازدهار والتطور. أفتخر أني بنت الإمارات وأني من فريق عمل تكسي دبي اللي أعطتني الفرصة للإبداع والابتكار لأكون عنصر فعال وفخر لبلادي. نعمل بإخلاص لتعزيز نجاحات دبي لتكون رائدة في مجال النقل. نحن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بخدماتنا. أفتخر بوطن الإمارات الذي حقق لنا كل أشكال الدعم والرفاهية والسعادة لنكون جزءاً من مسيرة البناء والتطوير. بروح إيجابية وبعطاء ما له حدود أخدم بلادي وأتجاوز كل التحديات بحلول مبتكرة. في تاكسي دبي نفخر بابنة الإمارات شريكة نجاحنا وريادتنا، وكل عام وأنتن رمز للطموح والمستقبل الزاهر.